صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قول ابن هشام في أوضح المسالك في شرح ألفية بن مالك في باب جواز حذف المضاف. قول إيش؟ يقول أحسن الله عليكم: قول ابن هشام في أوضح المسالك في أوضح شرح المسالك يعني شرح الألفية. نعم. أي نعم. يقول: قال في باب جواز حذف المضاف عند قوله تعالى: وجاء ربك، قال: أي أمر ربك، فهل يقال إن ابن هشام من الأشاعرة؟ هذا قول الأشاعرة، ولا يلزم منها أن ابن هشام أشعري، لكن قد يكون هذا القول أتى عليه من غير قصد وحكاه من غير قصد، فما كل من أتى بتأويل يقال له أشعري، لكن يقال أتى بقول الأشاعرة ولم يتنبه له. نعم.